جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهينك عنه سعي دائب، وبه اعتني واحذر من الهجران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. عطر به أفق الحياة فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن، لا تستقيم حياتنا إلا به، هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة، ثقل به الحسنات في الميزان، هيا معا نحيا مع القرآن في روض الهدى والروح والريحان. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. فيض الرضا وسحائب الغفران. فيض الرضا وسحائب الغفران.